ده الزمان اللي احنا فيه مفهوش يا مرة حويه. شوية لوز من قعر القدرة يا عس، وما تكترش المية، المية ما بتجريش في العال. كمان الكريب ده المية بقى بنت السبع. خد ده انا والشيف. صباح العسل، هات عيش. العيش يا اخوي. العيش اهو. يوه. يوه جرى ايه يا ام ايمن؟ هو موال كل يوم. معلش هي بتحقق عليا. صباح الفل يا ام محمد. ازاي محمد؟ مساء بيجمع يا اختي. صباح الفل يا عم ظريف. صباح الفل يا شيخ. صباحك عاد. اعلنت اشارات ضبط الوقت 7:30 في القاهره. صعبت الموقف
عدت لا شاور الله عوارك الله عوارك الصغيرة هات هات يا شربطات اختك صغيرة طب انا راجل وباش او عندي شغل عايز الحقه ايه وراها ايه بس يا واد اهو المايه قدامك كلها فتح يا عليم يا رزاق يا كريم نام يا اخويا نام صباح الخير يا شروق صباح العسل ياما خلاص يا بيت خلاص يا بيت ما صباح الخير يا صباح الخير يا روح يا بيت مفعول يلا شو عايز اكل يا نور عين يا واد ماشي بتسقط ميه كده ليتك نسيبه الفول يا شروق بالراحه على اختك احلى فول في الدنيا يلا ما تسلم ايديكي بسم الله يا اولاد قولوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اولاد الرفضي سايبيني نايم وبتهبروا الاكل لوحديكوا ما تسيب الاكل والشرب للبنت اللي شقيانه علينا طول النهار وكعبها دابت تفتكري شويه ميه ولا لا بنتك شربتها الا خلصتها يا كذاب لا يابا لسه في ميه هم يا شروق سخنين شويه ميه ما تسيب شروق في حالها يا باي انا اللي هقوم اسخن لك الميه مش كفايه اللي هحط اكلها في كرشك اقعدي يا ام كل يابا بالف هنا وشمي انت اللي ما اكلتيش اروح اجيب لك شويه كذا عشان تاخدي الدواء لا يا دنيا انا هستقضيها باي حاجه المهم انت حبيبه امك اول ما تنزلي الاشاره اشتري لك سندوتش انت واقفه على حيلك طول النهار اوعي تهملي في روحك ما تشغليش بالك بيا يلا هروح البس انا بقى ربنا ينصرك يا حبيبتي ويفتحها في وشك ويرزقك برزقنا قادر يا كريم وينصرك على مين يعاديكي ويرازيكي يا كفايه انت وهو كفايه انتوا ايه اتصرعتوا جاتكم الهم تعالى يا تعالى يلا يا راحوا بدري خد خليك معانا يلا يلا معاهم في العلبه دي اقفل الباب ماشي يا معلم انزلي يا عيادات يا شروق انا مش هديكي الجار لازم تاخدي السماح من برنس كوانا يا بنت احنا مش اتفقنا النص بالنص ايوه يا ستي ما تصرفيش البضاعه كلها ما تبعدي يا بنت بقى خبطتينا انت طالعه فيها ليه يا اخت جرعيه يا سفين ده بتكلم مع صاحبتي انت شحاشه الفراشه طب وديني لوريكي توريني تعالي لي يا حبيبه امك يا نهارك اسود طب الحقني يا كوانا الحقني يا كوانا علمتك زي الحمير السودا طب وديني لا تتعلقي من رجلك زي الذبيحه في وسط الحاره انا هقول لك كوانا اللي عملتيه وهو مستني لك على دك خلي كوانا ينفعك
وبعدين يا دي الشتا البنت بنت بنتك دي مش ناوية تجيبها بره ولا ايه؟ عايزة تشغل فرداني وتمشي على هواها. خلي بالك انا لاجل خاطرك وتربيتك ليا انا مش عايز اذيها. عقلها يا شتا عقلها لا شرذها. تاكل وتشرب وتبقى من جملة الخدام. ضحك الأصيل وقال اقصى عليك يا زمن حوجتني للخاين واللي ملوش أمان. حوجتني للخاين واللي ملوش أمان. أنا أطلع فوق جبل عالي ياكلوني حيدة وغربان ولا يقولوش الأصيل عندي الخسيس خدام. فل يا باشا فل يا باشا فل يا عسل فل فل يا باشا. يا بنت مسحوره مالك؟ لا مفيش. ايه ده صحيتي تخلصي الفل اللي معاكي؟ امال ايه، وخدت كمان من قطعيه البنت فانسي. ده رزق يا بنت. مرزقه صحيح. طب خدي دول بيعيهم والمكسب بالنص. تعالي هنا يا بنت. انت رايحه فين؟ رايحه للحق ايه؟ هظبط الطاسه وارجع لك على طول. مسغونه ربنا يتوب عليك يا بنت من الكيف المنايل دوت. فل يا باشا مع فل شروق تفك العقد وتروق. فل يا باشا العقد بجنيه واحد بس عشان الملاك اللي جنبك دي. كفايه واحد بس. هات الخمس. هات طب الخمس. اتفضل يا باشا. ربنا يخلي لك الملاك اللي جنبك المتبسم دوت. والنبي انت عسل. خدي اتفضلي. فل فل يا عسل. يا ليله غبره بنت يا شم. انت رجعتي العنب ديبو؟ انا مش قلت لك قبل كده المنطقه دي منطقتي؟ شويه تشروق وبعدين دي منطقتي ومالكيش دعوه بيا دلوقتي. لا بقى ليا دعوه بيكي ونص وتلات ارباع وطيري من هنا لسففك الاسفل. اخلص بس السبوبه دي واطير على طول. خد يا شمك 300 جنيه وخلصينا يا وام. 300 جنيه تبقى ممنوعات يا وعدك اللي اسود من قرن الخروب. انت ما حرمتيش يا بنت؟ ايه ده انت لسه خارجه من السجن. يا ستي بقى داخله ولا خارجه؟ فكيني بس عادي. لا بقى دي منطقتي ولا ممكن تتوسخ. هاتي الهبه بقى. يا بنت ما عطرتي ما عطرتي السبوبه يا شيخ. حرام عليكي. حرمت عليك يا عيشتك. يا شيخ قوم يا بوليس يا شويش يا عم مرعي يا بوليس الحقوني. شغال يا ابني انت اهو. انت شايف يا معلم رباح الازاز دلوقتي بقى غالي. الدنيا بقت غالي. الفرازين والصبان بيكلفوني جو شويات. جرايه كوانا انت هتشغلني؟ انت ناسي ان انا كنت زبال قديم واخدها من تحت، يعني من زبال لفراز لواحد صغير لواحد كبير. بص يا حبيبي للشغاله على قديمه ولا امشي وتبقى تبيعها انت بمعرفتك؟ طب ايش رايك بقى؟ انا عندي اللي يشيل الزباريزه مش بيشيلها. وماله حبيبي بيعها له. بس دقنا اهي لو لقيت حد من الوحيان خط العزبه هقطع له رجله. فاهم؟ موافق. بس المشال عليك وحياه النبي بنتي. لا ماشي يا كوانا ماشي. اشكر يا معلم لا مؤاخذه، يعني الخنزيره دي مش للبيع. وانت معاك فلوس بقى عشان خاطر تشتري الخنزيره ولا هتنظم؟ خيرك يا معلم ولا يعني المعلمين الزبالين بس اللي ركبوا خنزيره؟ عشان الخنازير ما بتاكلش الا الزباله يا نور. عموما نتكلم في الموضوع ده بعدين. انا همشي انا دلوقتي عشان عندي مشوار مهم. سلامه كوانا. سلامه يا معلم ربنا يحفظك. شغل يا ابني انت اهو. انا فتحت فيا. لو اشتريت الخنزير يا كوانا انا هاخد الموتوسيكل ده. الو. ايوه برانس كوانا الحقني. البنت شروق بنت الهرم وقعت نص البودره. انت شاطر بس تتزلزل عليا وتستخسر فيا الموتوسيكل وتسيب البنت شروق دي على حل شعرها. انت عارف لو تسيبني عليها انا كان ممكن اغزها لك غزه تجيب اجلها، او اقور لك عينها ونعملها بخت، او ارمي لك على وشها ده شويه ميه نار وندمها للابلكاش والسفينه. انت تغوص فيها انا
تغف. بلعين العسلية دي تتقور ولا القوام الملفوف يتشوه؟ دي فرس حرنان وعايز اللي يلجمها. هي بس عشان استعصت عليكم وطلتهاش مخيشة في راسك. ايه اللي يفرقها عن البنات بتوع الخرابة؟ ها؟ مش نفس العجينة والصاجة؟ انت حمار يا انت حمار يا برنس كوانا. برنس كوانا لو سمحت. يلا بقول لك ايه، انا عايزك تطرد الواد اللي اسمه رمزي اللي هناك ده. رمزي ده اللي في وسط الزباله من زبال، ده معاه بكالوريوس هندسه. في زبال يبقى معاه بكالوريوس هندسه؟ مش احسن منك يا عواطل انت يا زباله؟ لا لا، انا مثقف والمثقف لا يعمل. لا يعمل. امشي ياد من هنا يا امشي ياد من هنا يا بقول لك يا برنس، انا معايا دكتوراه، ما تطردنيش كده. بص عباس العقاد معاه ابتدائيه قديمه، انا معايا دكتوراه، انا احسن من اي حد. هات بريده واكتب لك شكوى. كوانا ما بتشكيش حد يا الناس هي اللي بتشتكي من كوانا، ويوم ما تشتكي من حد تبقى بدمه. فل يا باشا، فل يا عسل، فل يا باشا، فل فل للفل، مع فل الشروق تتفك العقد وتروق. فل للقمر، صباحك قمر. فل فل يا باشا، فل للفل، فل يا باشا، فل للباشا، اخر العنقود سكر معقود. امشي يا بت، سمعنا يا عم الباشمهندسين، انت ما تعرفش الجنداري باشا كويس. وهو نازل النهارده مخصوص من الاقصر عشان يخلص الموضوع ده، فهاود انت كده واسمع الكلام وهات من الاخر وغير التقرير والا. يعني ايه يعني؟ هتقتلوني؟ تشنقوني؟ اعملوا انتوا عاوزينه، وبرضه مش هغير التقرير. هقتلك يا عوني لو راسك فضلت ناشفه. انت عارف نون انه اصلا لمون هيقتلك، يبقى هيقتلك. ادي له عقد فل يا باشا وهو يغير، صدقنا انا مع فل الشروط تفك العقد وتروق. يا بنت تمشي بقول لك. طب وانت شوكولاته، خد مني ده اخر عقد عشان اهو اهو يا رمزي اهو. اوعى تكذب عليا وتقول ان انت ما قبضتش الفلوس في ايديك. هات 10 جنيه. ليه؟ كنت تعبت؟ كنت حنيت ظهرك زيي؟ عيب يا رمزي، انت مثقف وانا مثقف، عيب نعمل في بعض كده. هات 10 جنيه. طيب امسك. طب قول 10. ما انا بالعشرة جنيه دي هعسيك وازقيك واظبطك. بالعشرة جنيه؟ ليه؟ احنا في الاربعينات مش هتكفينا احنا الاثنين. خلاص هات 10 جنيه تاني، وانا مش هخليها ليله بديعه، ليله سودة. يا عم استنى، ليله سودة ايه بس؟ انا بحوش 8 تذكره لامريكا، انا عامل خطه توفير، عدى منهم سنتين وفاضل 3 ان شاء الله. اعزلني يوم منهم في الزباله وقع منك، هات 10 جنيه. لا لا، اتصرف اتصرف وحط على 10 دي 10 زيهم. بطل بقى. منين اجيب من انا مفلس؟ انا غلبان. سلفني 10 جنيه. لا برضو. ماشي ماشي، انا هتصرف واوريك ابو ورقه هيعمل ايه. ماشي يا رمزي ماشي. انت يا بنت الفل اللي انا مديهولك تسرح بيه، انت سيئه منه؟ لا يا كوانا، مزغونه ما ادتنيش حاجه. الفل اللي بعتيه ده جبتيه منين؟ جبته من القناط. ورحت القناطر ازاي؟ بالتوك توك ولا بالطياره يا بنت؟ لا رحت بالناقة. انا ممكن افلق لك وشك من الصين، بس انا مش عايز امد ايدي عليك. ما تقدرش تمد ايدك، ولو مديتها هقطعها لك، ولو فردتها هتنهي لك. احبك وانت فرس حرنان. شيلني من دماغك يا كوان، انا لا واغج ولا ابلكاش، ولو اي حد من قلاضيشك اتعرض لي هربعه. والرك بقى على اللي يفهم ده، اذا فهم اصلا. في ايه يا كوانا؟ البنت دي شايفه نفسها كده ليه؟ كده مش حلو. الكاميرا الخفيه بتصور والمشهد كده تايواني، كده مش حلو يا كوانا. لا حلو قوي. اجري يلا هات لي ام بقه وخليها تجيب النسوان معاها. البنت دي لازم تتربى على المظبوط. طياره طياره يا برنس. ليلتك مطبقه يا شروق. ام بقه والنسوان؟ لا ده انت كده هتبقى ناولها على نيه سودة. لا تقدر تقول قرصة ودني بس.
باشا عصام استنيكوا فوق. اتفضل يا ملازم. مش عايز تمضي على التقرير ليه يا عوني؟ يا استاذ جنداري. اسمي جنداري باشا يا عوني، واعرف انت بتكلم مين. يا جنداري باشا انا مش لوحدي، دي لجنه ثلاثيه وانت رئيسهم، والاثنين التانيين مضوا. وريه التقرير يا كابي. مش ممكن يا نهار اسود، ازاي ده حصل؟ مش من حقك تسال. وعموما هم قبضوا، امضي واقبض زيهم. وضيع على الدوله 30 مليون جنيه تحطهم في جيبك؟ انا ما خلفش ضميري ابدا. انت صحيح اشتريتهم بفلوسك وانا مش للبيع. اي حد في الدنيا دي عوني للبيع، اي حد مهما كبر ليه سعر في السوق. عايز كام وتخلص؟ وايش ضمانك ان ممكن اقول لك ان انا موافق واخرج من عندك واكتب تقرير مخالف؟ التقرير هتكتبه هنا قدامي. التقرير اصلا مكتوب وهتمضيه، واحنا هنصورك وانت وبتمضيه، وبتاخد الشيك بالمبلغ اللي انت عايزه. قلت ايه؟ لا مش موافق. انت تسرقني انا يا نزلوه. حرمتك يا ولد، ابوس ايديك، ما عدتش اعمل كده تاني. بحيات امك لو ما قلت وديت الفلوس فين اللي خلوهم يغرقوك. اعمل معروفك يا ولد، الفلوس كلت بيها. كلت بيها؟ يبقى يدفع اللي كله ويقطع له لسانه، ومن بكره انزل اشحت على الرصيف. اسمعوني يا واغش، الخروف ده ابليس ضحك عليه وخلاه يخنصر 100 جنيه من الغله. ما يعرفش ان ابليس حبيبي وصاحبي، بيقول لي على كل حاجه اللي بيحصل له ده واللي هيحصل له. دي اقل حاجه، لان ده قانون كوان. قانون ايه يا بار؟ كل واحد يروح لحاله. نزلوه. اوعى يا بنت. الدواء ده العيلين ياخدوه بالمواعيد. امسك امسك، انا معلم الازازه عشان ما فيش واحده فيكوا تطمع وتشربها وتتسطل على قفانا. مفهوم؟ مفهوم. بنت يا سماره. ايوه برنس، ايوه برنس، ايوه برنس. تعالي هنا. مين اللي علم على وشك كده يا بنت؟ اصلا انا كنت بلم الغسيل انا وامي، فوقعت على السلم الخشب. بتلم الغسيل ولا بتسرقيه يا بنت الحراميه؟ وبعدين ده جرح موس. هو اصل السلم الخشب كان فيه مسمار، انا بقى وقعت على المسمار، بس انا كويسه وهقدر اصرف الفل. انا عارفه حته موك عليها رجل العيال بتوع الجامع. تصرفي الفل وتيجي على الخرابه طوالي. ورديه الليل لابنائنا النشا، شباب الغد المشرق، قصدي لكتيبه وفيلق النشالين الصغيرين. وعندي ليكو بشرى يا بقر، اللي هيرجع بعكمة متينة هيسهر مع كواننا شخصيا. مش بس كده، لا ده كواننا هيجيب له اي مزة نفسه فيها. طب انا نفسي في البيت شروق، يجيبها لي؟ دي بقى بالذات، حتى لو سرقت ثلاث بنوك عمرك ما تشوف قطعة من ديل جلبابها يروح امك. ماشي. ما شفتيش اخت شوقية يا وليه؟ لا بس اخوك شوقي كان لمم شوية عيال وبيعدوا الجنينة. شوقي ومش عند الحداد؟ يوه النهاردة الحد اجازة. ايه يا وليه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه؟ انت ما عندكيش قلب. الدواء ده في الجدول، ممنوع على العيال الصغيرين. الله، وانت مالك؟ ابني وانا حره فيه. ابنك؟ لا مش ابنك. انت هتسرحي بيا يا وليه؟ انت تبع كواننا. ده لو ابنك صحيح ما كانش هان عليكي وسقيتيه عشان يتسطل وينام وتدوري تشحتي بيه ليل ونهار. هات الازازه احسن اقول لكواننا. كواننا؟ كواننا اللي بيخوفوا بيه العيال الصغيرين انا مسحت بكرامته الارض. وانتي نجري من هنا بدل ما بلغ عنك الدورية. قومي كده. طيب يا كوانا. كتابة صورة يا أمور. ادي الجنيه اللي معاك ده. مش شرغش اللي يخسر. شاوي شاوي شاوي. تلعب بس بالمسغودة؟ العب بس بالمسغودة. وادي المطوة، راح فين المطوة؟ بس
بس انت معكش فلوس تلعب عليها يا امور. قشطه، نلعب على الهدوم وكلها حلو. امين، حد بقى يرف لنا الرف عشان نشوف مين اللي هيلعب. انا اللي هرف. مين قال بصوره ومين قال بكتابه؟ انا عليا بصوره وانا كتابه. طلعت بصوره. اقلب لي ايدك يا ابو الشوق وحياه امي اللي خليها لك تشرب دم واخد بثاري منك كده. امور اهي. واحد اتنين تلاتة. قالت يا حلو، قلب لي انت ايدك، عايز عقة مستديمة ولا نص صباع؟ واحد اتنين تلاتة. خليهم يقربوا لي كده. بقول لك ايه، معاكي مقص نشل ولا اذى؟ اذى يا بت اذى. اه طب اهو، بس ده عهده. حاضر يا اختي، هرجعه لك بعد العركه. يلا يا لهوي. قلعوها قدامي كده وانتوا حواليها. يلا ولفوها في الملايه بعد القلع والتنفيذ، وبعد كده توصلوها للبيت عجزة، فاهمين؟ بس عايزة ضرب تحت الحزام تايواني. عليا النعمة من نعمة ربي، اللي هتقرب لي هكون جايبة كرشها كده؟ طيب اضرب يا شوقي، اضرب، أنا مش خايف، اضرب. واحد اتنين تلاتة. اوه ايدي واقف. اخلع على الهدوم اللي عليك دلوقتي، كل اللي معاك ما تقلعوه يا عيال. شو قالها اختك بتتكلم مليون ماما ونسوانها؟ اختي يا اولاد الارمة. كله تمام يا باشا، خد فلوسك. انا كده مضيت تحت التهديد ومش عاوز فلوسك، خليها لك. طب غور من الوش. كابي وصله، تعالى ولع لي السيجار بتاعي. علم يا باشا وجاري التنفيذ. تعال. اما انت طلعتي ام بق صحيح، قلتي عايزه تعملي فيا ايه يا حلوه؟ شروق اختي، حد ليه شوفه حاجه؟ حد مبين اماره؟ اللي جابك يا واد هنا؟ جاي تحميني ايه؟ ما هو انا عامل زي البوليس اللي بيجي في الافلام المصري، بيجي بعد الخناق. كنت فين يا واد من الصبح؟ ايه ده؟ في دم في راسك. ما تقلقش، حط عليه شويه تراب. فين اختك شوقيه يالا؟ قالت لي هتعدي عليا، ما عدتش. لا عدت عليكي وما لقيتكيش فسبيتك على المعديه. طب يلا اخويا يلا نروح. لا لا لا، روح انت لوحدك، انا لسه الليل واخر. نعم؟ عايز ترجع للعيال الصيع ياه؟ شش، بصي كسبت قد ايه؟ قمر؟ قمر تاني يا شوقي، انت مش قلت هتبطل الهباب ده؟ قال لعب وبيكسبني، شايف الفلوس عامله ازاي؟ ده انا بقف قدام الحداد جمعه يتحرق صدري وجلدي عشان 10 جنيه، دول لميتهم في ساعتين. حرام! الفلوس دي حرام يا ابن امي وابوي. يعني عشتنا دي اللي مش حرام؟ بقول لك ايه؟ فكك عن دماغي دلوقتي. انا اروح اتعشى منبار ونيفه واضرب لي ازازه بيره، تيجي اعزمك. منكر يا شوقي؟ وديني ما انا سايباك، انجره قدامي على البيت. اوعيد. طب يا شوقي وديني ما انا عتقاك. سيبك مني، بقول لك ايه؟ من اللي نبى النبي نبي، ايه بيت راجل. يلا. خدي بقى بس انت قطعتي الاسبوع. وبعت جرايد السنه اللي فاتت على انها الجرايد بتاعت بكره؟ ايوه يا سيدي، والناس اشتريتها وقالت الاخبار واستمتعت اخر استمتاع. عارف ليه يا باشمهندس زبال؟ انت هتفصلني ولا ايه؟ ليه يا ابو ورق؟ علشان الاخبار اللي موجوده في الجرايد من سنه هي نفس الاخبار اللي موجوده حتى امبارح. عندك حق.
انت عارف انا مره قريت روايه بتقول ان العالم ده كله بعد طوفان سيدنا نوح غرق، يعني احنا عايشين دلوقتي تحت الطوفان. يا سلام، يعني احنا دلوقتي فوقينا الطوفان. اه فوقينا وتحتينا و... ايه ده؟ مدينه سودا. برافو عليك يا كابي، كده ضربنا عصفورين بحجر واحد، ثبتنا القرض واخدنا التأمين. الله يبارك لك ويرضيك يا باشا، بس الواد اخويا كان هيموت يا باشا. ايه ماله؟ انا شايفه طلع وبتوع المسطحات المائيه انقذوه. مش بتوع المسطحات يا باشا اللي انقذوه، مش بتوع المسطحات. امال مين؟ البت بتاعت الفل اللي كانت واقفه في الاشاره وشافت الباشمهندس عاون الله ينتقم منه وهو بيصرخ وبيقول هيقتلوني. وانا بصراحه يا باشا انا خايف قوي، بالتحديد ان الراجل ده كان قاعد جنبي في العربيه. يا غبي. مش انا اللي غبي يا باشا، مش انا، ده هو اللي قاعد يصرخ ويقول هيقتلوني. طب اسمع، انا هاخد العربيه واطلع على الاقصر على طول، وعايزك هنا تتابع الحاله ساعه بساعه وتبلغني على طول وتفهم الرجاله بتاعتنا على اللي اتفقنا عليه. وطبعا انا في الاقصر بقالي اسبوع، مفهوم؟ مفهوم يا باشا. بس البت دي لو اتكلمت يا باشا. بص يا كابي، انا مش عايز دم تاني، والبت دي تراقبها من بعيد لبعيد، ولو رجلها دخلت في الموضوع تبلغني وانا هقول لك تعمل ايه. أوامرك يا باشا، أوامرك. برنس، الحكومة خدت نفسها موصلاها للعزبة. اوبا، كده بقت حماية قوانا. حماية على مين؟ وليه يعني؟ عشان رمت نفسها في المايه جدع وطلعت غريق. أزحت في النيل. البت دي يوم عن يوم بتخايش في دماغي عالجد. فراوة عليك يا شروق، تعلم بنت العزبة بصحيح. عارفة الواد شوقي ده لو في ربع جدعنتك بس. يا جماعة ما حصلش حاجة لكل دوت. يوه خدي يا شروق، ياخد عدوينك يا اختي. اسلمين. الا صحيح يا شروق، في ناس كتير ماتوا. لا بس في ناس كتيرة قوي رمت نفسها في المية. بس لحد اما انا مشيت ما كانش في غير واحد بس هو اللي فايز. وانت شفت جتته؟ امال، ما هم طلعوا جتته جنبي على الشط. بس متهيألي كده. متهيألك يا شروق؟ ما تتكلمي. مش عارف، متهيألي ان انا شفت الجته ديت قبل كده. شفتيها فين يا بنت شروق؟ شفتيها فين؟ مش فاكره. بركه يا اختي ان انت ما افتكرتيش، لان البوليس لو عرف هياخدك في سيم وجيم، واحنا مش ناقصين ربنا يسترها معاك. يلا يا جماعه متشكرين، متجمعين عند النبي كل واحد على بيته. يلا. بالمناسبه امك سالتني عليك، يلا روحي لها. ده وامي. لهوي الحمد لله يا اختي، يلا بينا. استنى شروق، بالمناسبه السعيده دي كلكم معزومين عندي. عندك فين بقى ان شاء الله؟ في الخرابه. ومالها الخرابه؟ في الفسحايه. وافرق شربات. شربات؟ الشربات اللي كنت عايز تشربه من دمي يا كوانا. لا يا اخوي، الفسحه دي تخليها لام بق ونسوان، ولما تحب تكري عليا نسوان ابقى اكري نسوان بشنبات صح، مش نسوان قش يا عرة الرجالة. سمعت اللي قالته البت شروق يا برنس؟ بتقول لك الجثة مش غريبة عليها، يعني شافتها يعني. يعني انت قريت اللي في راسي، بس عايزك تكتب ومش عايز سياح. الموضوع ده عايز مخمخة على تقيل. الوغش يجي وورد الغلة، وانا لا بنت السمري في العزبة. يا لهوي يا ناس، الحقوني يا ناس، ما تسيبني يا سمري بوجعي وهمي اللي انا فيه. خلاص ما عادش معايا ولا مليم تاخده مني عشان تصرفه على الكيف اللي مخيبك ده. علي انا يا ضحى، يا ام الشروق، يا ام البكريه. بقول لك يا بنت حل الكيس، انا قريت في الجورنال امبارح وسمعت في النشره ان موظفين الحكومه خدوا علاوه. كويس انك قريت،
أول هام أنا مش موظفة في الحكومة، أنا يا دوبك فراشة ظهورات، ما عينونيش حتى بعد 20 سنة. ولما وقعت النهاردة في المدرسة ونقلوني المستشفى وخدت الحقنة، الست النظرة قالت لي خلاص روحي مستغنيين عن خدماتك، وجيت قعدت لك عشان أشوف بقى هتصرف عليا وعلى عيالك منين. تبقى خلاص بقيت خردة، ما منكيش راجع يا ضحى. بصي بقى، انا هتجوز بنت صغيره تصرف عليا، انا ما احبش النسوان بتوعي ينضموا لطابور البطاله. اه الحقني يا زمري، الحقني يا اخوي، يا لهوي المغص هيموت لي. كمان مغص، يبقى هتجوز عليك. يا شربطات شنو اختي؟ جيتي لي معاكي ايه؟ جبت لك معايا كل حاجه حلوه، تعالي. جبت لك النوجه اللي بتحبيها من البر. خدي يا عسل. ربنا يخليك يا اختي، بس انا كنت عايزه اشتغل زي عيال العزب واكسر قرش للزمن. تكسري قرش للزمن؟ مين اللي علمك الكلام دوت يا شرباه؟ ابويا قال لي كده من شويه. هو وصل يا بنت؟ اه جوه. كويس انك قلتيه عشان اعمل الاحتياطات الامنيه. مالك يا حبه عيني؟ جبتي الحقنه؟ ايوه حبيبتي جبتها، والبرشام اللي كتب عليه الدكتور اهو. اديني الحقنه، الكلى شدت عليا يا اختي. قبل يا اختي ما تديها الحقنه طلعي الغله يا حنينه. يابا حرام عليك، احنا في ايه ولا في ايه؟ قوم دخلها معايا جوه. لا مش قادر يا اختي، اديني الحقنه هنا ابوس ايدك. حاضر يا ماما، حاضر. بعد الحقنه هتبقى زي الفل يا قمر. شكرا يا اخويا. اوعاك تهمس باللي حصل ده، الجنس مخلوق. اهم حاجه دلوقتي تخلي بالك من صحتك. انت عامل ايه دلوقتي؟ انا شفت الموت بعينيا يا كابي، وده اللي كنت خايف منه من ساعه ما شغلتني في الباخره. انا بشوف كابوس اني بغرق، وهو اتحقق. انا عامل مش عايز اشتغل الشغلانه دي. البر ماله؟ كلمني الباشا بتاعك يشغلني في مكاتب الشركه في وسط البلد ولا حتى في الاقصر، انما بواخر تاني لا. انا شفت النار داخله عليا وشبطت في هدومي يا كابي. بس خلاص بقى، ما تتكلمش كتير، احمد ربنا ان ربنا نجاك. الحمد لله الحمد لله، هي بنت الحلال اللي انقذتني من الغرق، شدتني من الميه ووصلتني للشط. البنت دي انا لازم اروح اشكرها بنفسي يا كابي. لا روح لها انت واشكرها يا كابي، لحد ما اقدر اقف على رجلي واروح لها. تروح لها؟ لا، انا عايزك تنسى اللي حصل ده كله من الاول للاخر، مفهوم؟ يلا يا قمر، كلها نص ساعه وتبقي فل. ربنا يسترها معاكي ويحميكي دنيا واخره يا بنت بطني. يا رب ايدك بلسم وحنيتك متجنه. انا جايباها منين يعني؟ مش من ضحى؟ تصدقي يا بنت ساعات احس ان انت امي. الا قولي لي يا قمر، البنت شوقيه راحت فين؟ مش النهارده اجازتها؟ اه يا اختي، جت سلمت عليا وطلعت جري على لوزه. لوزه؟ اللوزه قال ربنا يخلي لنا اخو لوزه. كان نفسي افرح بك يا شروق واطمن عليكي كده وانت في بيت العدل وتتجوزي الاول. ياما ما عادش الكلام ده، لا كبيره ولا صغيره، وبعدين الاول ولا الاخر، المهم النصيب. انت عايز تخلصي مني ولا ايه؟ قولي لي ياما، هما بوحة وشوقيه هيتجوزوا امتى؟ يا اختي انا عارفه لهم، هم كل شويه يطلعوا لنا بحج. نبي يا اختي لما تيجي بقي كلميها. حاضر يا عسل، ارتاحي انت بقى لحد ما اطلع اشوف جوزك. انا يقويكي عليه يا رب. بنت بقول لك ايه، ما ترقيني، لولا عين الوليه سكينه دي ما كانوش استغنوا عني. يما كفايكي شقه بقى. امال اسد بقى اخواتك وابوكي منين؟ انا سداده يما،